وبالتالي أدى إلى التكفير الذي لم يقف إلى هذا الحد، بل تطورت الأمور شيئا فشيئا إلى القتل والتنكيل والتفجير والتفخيخ من كل الأطراف. فيا ترى، هل كان هذا ما يريده منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين الأخيار؟ ويا ترى، هل هذا ما كان يريده منا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي؟ وأين أمة محمد؟ وأين أمة أبي بكر؟ وأين أمة عمر؟ وأين أمة عثمان؟ وأين أمة علي؟ أهذا يرضيهم؟ أهذا يرضيهم؟ في أنه هل يجوز ما فعله مقتدى الصدر في النجف الأشرف من مؤتمر قال فيه، سمى فيه أبا بكر وعمر وعثمان بالخلفاء الراشدين، ترضى عنهم وجعل عليا رابعهم، ما قدمه؟ أنتم تعرفون إثم الذي يؤخر عليا صلوات الله عليه، تعرفون هذا يعني شنو؟ اللي يجعل علي بن أبي طالب رابع الخلفاء، تدري يعني شو يعني رابع أبو بكر وعمر وعثمان؟ هذا صمو شيعي. وثم بعد ذلك يدعو ويقول: يا أيها الوهابيون دعونا نتحد معكم، يا أيها العمريون دعونا نتحد معكم، وأبو بكر وعمر يرضى بالتفجيرات وما أدري شنو. لا يا شيخ، لا لا ما يرضى، والله ضحكت الناس عليك يا خبل. إذا تقول أبو بكر وعمر ما يرضى بالتفجيرات وذبح الشيعة، لعد أنت ما فاهم يعني شنو أبو بكر وعمر، أي إجرام كان أبو بكر وعمر اللذين أسسا الإرهاب على أهل بيت النبوة وعلى شيعتهم. والله لو كان أبو بكر وعمر الآن في زماننا لوجدتهم يباركون ما يصنعه هؤلاء الدمويون الإرهابيون في العراق من ذبح وقتل للشيعة. هذا الذي يريدونه أصلا. سبحان الله، يعني الآن صورت لنا أبا بكر وعمر ملاكين بريئين. أين دماء الزهراء؟ أين دماء أهل البيت عليهم السلام؟